من 3 سنوات زي ما تستمر، ولكن يكون في سلسلة من البحوث مكملة لبعضها في هذا المجال. الحمد لله أساتذتنا في مركز بحوث الصحراء، سواء رئيس المركز أو النواب، اهتموا بالفكرة وكانت تشجيع لينا إحنا كفريق عمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا كمان، لأن مننا اللي سافر بره كبعثات أو سافر كدكتور زائر في الجامعات، فحاولنا إن إحنا ننقل المناخ ده يعني أو الفكرة لفكرة البحث العلمي المبني على فريق عمل، والبحث العلمي المستدام المبني على سلسلة من البحوث. هي دي بس الكونسبت يعني بتاع إنشاء المعمل، وهو أحد المعامل اللي إن شاء الله يتميز بها مركز بحوث الصحراء. زي ما حضراتكم عارفين، مركزنا العريق هو أقدم مركز بحثي في الشرق الأوسط والمتخصص في علوم الصحاري، وهو أول مركز بحثي أنشئ في هذه المنطقة، معني بالتنمية الصحراوية بكل ايوه دكتور شكري، التنمية الصحراوية الو، بكل مجالاتها، وطبعا كل من فيه وخاصة أساتذتنا المتميزين زي أستاذنا وأستاذ الأجيال وأستاذ الدكتور مصطفى الحكيم، اللي بنفخر بس إن إحنا بس ممكن يعني بيضمنا كيان واحد إن إحنا شغالين مع حضرته، أستاذ الدكتور محسن شحاتة. أساتذتنا كلهم بيمتازوا بالجمع ما بين العلم والبحث العلمي والتطبيق، لأنهم يعني جابوا الصحاري المصرية من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، وهذا ما يميزهم ويميز كل العاملين بمركز بحوث الصحراء، سواء في مجال البحث العلمي أو الفنيين أو الإداريين أو حتى دايما بنقول السائقين في مركز بحوث الصحراء. إخواتنا وزمايلنا لهم طابع خاص، إن الواحد منهم بعد كام سنة من الشغل في المركز بيبقى دليل بارع جدا في المعرفة بمدقات الصحراء وجبالها وفيافيها. فالعمل في مركز بحوث الصحراء عمل ممتع وشيق، ونعمة كبيرة جدا من عند ربنا علينا. نتمنى إن شاء الله لمركز بحوث الصحراء وكل أساتذتنا دوام التوفيق والتميز. سعيد جدا إن أنا أشوف قامات من مركزنا وأساتذتنا النهاردة على الشاشة قدامي وأستمع لحضراتهم. شكرا للدكتورة شكرية على اهتمامها بأنها تجمع هذا الملتقى الرائع، وشكرا للبشمهندس سعيد لدعوتي للكلمة، وربنا يبارك في حضراتكم، وندوة إن شاء الله رائعة، وكل ما يخص المعمل إن شاء الله ينشر في جروبات الشركة بالتفصيل. كل التغطية الإعلامية عنه إن شاء الله هنشرها في جروبات الشركة حفاظا على وقت حضراتكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور احمد اسماعيل، شكرا للكلمه ديت والتعريف بالقسم ونحن والمعمل، يعني مبروك اهلا وسهلا. ألف مبروك يا دكتور أحمد على المعمل الجديد. اهلا وسهلا، شكرا، الله الف يبارك مبروك يا الله دكتور يبارك في احمد. حضرتك يا أستاذنا، الله يبارك في حضرتكم جميعا، شكرا جزيلا. طيب نبتدي كده يا دكتوره شكريه تقول كلمه عشان نقدم الدكتور بعد كده. ماشي أوكي، أنا هبتدي أقول مساء الخير للجميع، ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد كل يوم خميس مع موضوع جديد وضيف جديد. وضيفنا اليوم مرموق وحديثه هام حول موضوع من موضوعات التنمية الزراعية المستدامة. اليوم نلتقي مع ضيفنا صاحب العلم والعمل في التنمية الصحراوية، والمحاضرة تتعلق بمعايير لابد أن تكون موضوع اهتمام كل من يريد إقامة مجتمعات زراعية في مناطق صحراوية أو حديثة الاستصلاح. لا يخفى على حضراتكم أن غياب مثل هذه المعايير كفيل بأن يسبب عدم نجاح وعدم الاستدامة، وهذا ما يواجه بعض المشروعات التي يتم إنشاؤها في البيئات الهامشية وتحت الظروف الإجهادية التي تتوفر في المناطق الصحراوية. وعندما تكون هذه المعايير موضع اهتمامنا، نضمن بذلك الأخذ بأهم الأسباب في نجاح هذه المشروعات واستدامتها. ومن هذه الأسباب الاعتماد على العلم في التخطيط والتنفيذ. سوف لن أطيل على حضراتكم حرصا على الوقت،
واهتماما بما يعرضه الأستاذ الدكتور والعالم الجليل الدكتور محسن شحاتة عبد المعبود، الأستاذ المتفرغ بمركز بحوث الصحراء ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للهجرة الداخلية والتنمية، وأيضا الاهتمام بما يتبع هذه المحاضرة من مداخلات وإضافات واستفسارات تثري الحوار وتضفي الكثير من المعرفة. أترك الكلمة للسيد المهندس سعيد اللبان لإدارة اللقاء، أطيب الأمنيات لحضراتكم بوقت مفيد ولقاء مثمر وناجح كعادة لقاءاتكم خلال فعاليات الملتقى العلمي لشركة مصر تونس للاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية. شكرا لحضراتكم وتحياتي لكم جميعا. دكتورة شكريا مراكش، تفضل شكرا يا دكتورة دكتور. شكرية، شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله اليوم الخميس 23/7 في ذكرى ثورة يوليو، بنقدم الحلقة 7 لشركة مصر تونس لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية المستدامة. ضيف حلقة النهاردة أو محاضرة النهاردة أستاذ دكتور محسن شحاتة عبد المعبود، أستاذ المحاصيل المتفرغ بمركز بحوث الصحراء ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للهجرة الداخلية والتنمية. عنوان محاضرة النهاردة: معايير إنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة بالمناطق الصحراوية. أهلا وسهلا بالأستاذ دكتور محسن شحاتة، وأهلا وسهلا بجميع الحضور، السادة الحضور. أهلا وسهلا، اتفضل دكتور محسن. كله بقى يا جماعة يفرض صوت، أي حد عنده يدخل يفرض صوت على طول. اتفضل دكتور محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بس نقول كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة إن شاء الله اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعاد الله عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وبالأمن والسلام على مصر وعلى العالم الإسلامي كله إن شاء الله. الأول بس يعني أوجه التحية والتقدير للدكتورة العظيمة الدكتورة شكرية المراكشي على او المراكشي على الجهد الرائع والعظيم اللي بتبذله من خلال الجمعيه الرائعه جمعيه مصر تونس لاستصلاح الاراضي والتنميه، والبشمهندس سعيد وكل القائمين على هذا العمل الرائع، تحيه تجليل وتخدير للجميع بصراحه على الجهد الرائع اللي بيبذل، وتحية لكل أساتذتي وزملائي والمشاهدين الكرام. وإن شاء الرحمن نبدأ المحاضرة، هي المحاضرة بس عشان فعلا واخدة طابع خاص شوية، إن هي مش مجرد معلومات زراعية فقط لا غير، هي عبارة عن محاضرة يعني داخل فيها خيوط كتيرة جدا جدا، متشابك فيها خيوط كتيرة جدا جدا. لذلك احنا هنحاول النهارده ان شاء الله الرحمن ان احنا نبسط الامور ونحاول يعني ناخدها واحده واحده، نشوف ازاي ننشئ مجتمعات زراعيه جديده في المناطق الصحراويه. ابدا بس حضرتك بالتشهير. افتح لك الشير. حاضر يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا دكتور، افتح الشريط الاخضر بقى من تحت. ماشي خلاص. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عنوان المحاضرة النهاردة عن معايير إنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة بالمناطق الصحراوية، طبعا تحت رعاية شركة مصر تونس لإصلاح الأراضي والتنمية. بإذن الرحمن نحاول مع بعض، طبعا لأن الأمور دي بقول لسعادتك زي ما حضرتك عارفين إن هي هتتدخل فيها تخصصات كتيرة جدا جدا، يعني تحتاج إلى خبراء في مجالات عديدة وليست في مجال البحوث الصحراء فقط لا غير. طبعا يعني بداية
منتجات زراعيه جديده للمناطق الصحراويه واخده اهتمام كبير جدا من كافه مؤسسات الدوله في التنميه والتعمير بالمناطق الصحراويه، واللي بتركز على اقامه مجتمعات زراعيه سكنيه مستدامه بالمناطق الصحراويه مبنيه على اساس تكثيف النشاط الزراعي والصناعات القائمه عليه من صناعات غذائيه وزياده في الانتاج الحيواني والداجيني والسمكي، وده بيتيح فرصه حقيقيه لانتقال السكان من المناطق الزحمه او المناطق اللي هي اهله بالسكان وعليها ضغط كبير للمناطق الجديده او ان شاء الله اللي هي الواعده في المناطق الصحراويه اللي يمكن فيها اقامه مجتمعات زراعيه جديده ان شاء الله. المجتمعات الزراعيه يعني الجديده ديت فعلا اصبحت ضروره حياتيه وامن قومي. طب احنا ليه بنعتبرها ان هي يعني ضروره حياتيه؟ يعني لان فعلا في مشاكل عندنا يمكن اهمها المشاكل الاولى اللي هي مشكله الزياده السكانيه اللي هي مضطرده بصفه مستمره، والتكدس السكاني في مناطق الوادي القديم والدلتا، وكمان معاها مصحوب معاها تدهور الاراضي اللي حصل في هذه المناطق. طبعا دي نتيجه لاستنفاذ خصوبه التربه، ونتيجه ان في حصل فعلا تملح يعني كثير من الاراضي في الوادي القديم نتيجه ارتفاع منسوب الماء الارضي، وطبعا بيؤدي الى تملح هذه الاراضي وبتصبح غير يعني فعاله في الانتاج او بيقل انتاجها عما سبق. الحاجه الثانيه ان احنا النهارده اصبحت العولمه او في تكتلات اقتصاديه سواء على مستوى الدول او مستوى الافراد، خاصه مع تطبيق اتفاقيه الجاد اللي هي التجاره الحره، ده يعني هيخلي المزارع يواجه مشاكل نحن في غنى عنها. يعني فاذا ما كانش فعلا ان احنا يكون عندنا القدره التنافسيه والزياده في الانتاج والتحديات اللي بتقابلنا، وان احنا نشوف ايه اللي ممكن نضيفه عشان يعني الاقتصاد بتاعنا يبقى كويس في مجال الزراعه، طبعا هي يعني دخل فيها مشكله قبل كده من فتره طويله جدا، وهي تفتيت الملكيه الزراعيه اللي خلت ان فعلا احنا مش قادرين نستعمل الميكنه على نطاق واسع، وتفتتها بيزيد يوم عن يوم، بدل ما كانت خمسه فدان اصبحت فدان، اصبحت ربع فدان، اصبحت قيراط، اصبحت جزء من قيراط يعني. فطبعا دي يعني لازم ان احنا يكون قدامنا البديل ان احنا نشوف نعمل ايه عشان نطلع من هذه الازمه اللي موجوده. طب الزراعه برضو يعني شيء مهم جدا جدا بالنسبه لاي دوله، وخاصه لمصر، لان احنا عندنا اساسا يعني مقومات الزراعه الحمد لله متوفره جدا جدا، سواء في الارض، في الميه، في الخبره، في هذا المجال احنا يعني من الدول السباقه جدا جدا في مجال الزراعه. فاحنا لازم يكون عندنا يعني نعمل زياده في الانتاج الزراعي والحيواني والداجيني وكل هذه الامور اللي بترتب عليها، لان ده فعلا هي يعني عصب الحياه بالنسبه للانسان. الانسان فعلا اللي هو يعني خلاص وفر لنفسه الغذاء ده والانتاج الحيواني والمعيشه الكامله، اكيد بالنسبه له هيبقى يعني عصب حياه، ويعني يقدر يعيش بدون الاعتماد على اي حد ثاني. طبعا المنتج الزراعي ده ماده اساسيه اساسا، مش عشان الانتاج الاكل والشرب وكده، لا ده داخل في صناعات كثيره جدا، يعني من اهمها صناعات الغزل والنسيج، وصناعات الادويه والنباتات الطبيه والعطريه، قصدي المنتجات الطبيه والعطريه، ومجالات كثيره جدا جدا تعتمد على وجود الزراعه اساسا. طبعا احنا ما زلنا في المجتمعات الناميه، يعني عشان نشغل اكبر عدد من العماله بيكون معظمهم في العمل الزراعي، فده بيستوعب كتير جدا جدا من العماله، وبيحد من مشكله البطاله، وده بيساهم في بشكل كبير جدا جدا في الحد من مشكله البطاله الموجوده عند الشباب لو احسنوا العمل في هذا المجال.
عندنا مشكله كبيره جدا جدا اللي هي مشكله الهجره الخارجيه اللي هي الغير شرعيه، وديت يعني بتعمل مشاكل كثيره جدا جدا للشباب اللي هو معظمه عايز يسافر بره وبيضطر يبيع اللي حالته او اللي حالت اهله عشان ان هو يوفر قرشين يقدر يسافر بهم للخارج عشان يبدا حياه جديده هناك، متخيل ان الحياه ورديه في اي مكان يعني. طبعا ده بيعرضه المشاكل اللي حصل لها، قد يتعرض لانه يفقد كل ما ملك ما ملك في هذه العمليه او كل ما صرفه في هذه الجزئيه عشان يسافر بره، او ان هو يتعرض بعد الشهر للغرق او مشاكل لا حصر لها. فيعني اصبح ان احنا مشكله فعلا لازم يكون لها حل، ان احنا نتوسع في المجتمعات الجديده. طبعا الزراعه بشكل عام دي محرك اساسي ورئيسي بيدفع المراحل الاولى لعجله التنميه الاقتصاديه. يعني التنميه الاقتصاديه في اي دوله ممكن تعتمد على المنتجات الزراعيه الموجوده في الدوله. التنميه الاقتصاديه واجتماعيه، والمفروض ان احنا نركز بقى على القدره التنافسيه، يعني ما نقعدش بقى نزرع محاصيل احنا شايفين ان هي اصبح او بمعايير معينه عشان انافس بيها دول كتيره جدا جدا بتنتج نفس المحصول. فاحنا نركز بس على القدره التنافسيه، واحنا عندنا انواع كتيره جدا جدا من النباتات هنتكلم عليها فيما بعد ان هي بتعمل لنا قدره تنافسيه في المنطقه سواء في افريقيا او في العالم، بحس ان احنا لو ركزنا عليها اكتر من كده ان شاء الرحمن نرفع بالاقتصاد المصري، اللي طبعا ده هيعمل لنا فائض في الانتاج ويخلص الفجوه الغذائيه ويوفر لنا عمله صعبه بالنسبه للامور اللي احنا فيها ديت. وده طبعا بيعتبر امن قومي، يعني في صميم شغل الامن القومي انك انت يبقى عندك صناعات قائمه على الزراعه والمنتجات الزراعيه توفر لك عمله صعبه بحيث ان انت ما تضطرش انك تعمل قروض او اي شيء في هذا المجال. بالعكس ان شاء الرحمن يبقى فيه قدره عاليه، التنافس عاليه جدا جدا لو احسننا اختيار او العمل على ان احنا نشتغل على القدره التنافسيه للمحاصيل الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه. طبعا امن قومي كمان لسبب ثاني مهم جدا، ان معظم المناطق الصحراويه او المناطق اللي هنشتغل فيها دي مجتمعات عمرانيه وبتحتاج ضروري جدا جدا لتواجد اكبر عدد من السكان في هذه المناطق، لان معظمها مناطق حدوديه. معظم المناطق اللي احنا نشتغل فيها دي مناطق حدوديه سواء في سيناء او في الغرب ناحيه الحدود الليبيه او الحدود السودانيه او ايا كان. معظم هذه المناطق الصحراويه او المجتمعات الجديده هتكون في مناطق حدوديه. المناطق الحدوديه طالما تعمرت بالانسان والزراعه والصناعه وهكذا خلاص بعد اصبحت مناطق امنه اكثر كثيرا جدا جدا من ان احنا بنسيبها ارض فاضيه صحراء ما فيش حد فيها هيخاف عليها بنفسه خوف المالك لهذه الارض. ان اول خط دفاع للمناطق الصحراويه هم الناس او السكان الموجودين المتملكين للاراضي في هذه المناطق. طبعا يعني ايه اللي بيدعونا ان احنا كمان ان احنا يعني ليه يعني نضطر ان احنا ننشئ مجتمعات زراعيه جديده؟ طبعا ظاهره التصحر اللي اصبحت واضحه بشكل كبير جدا جدا، والخطر بتاعها يعني خطر. حتى التصحر ده له يعني اشكال كتير هنتكلم عليها فيما بعد، ان طبعا ده مركز بحوث الصحراء هنتكلم على دوره في هذه العمليه ان شاء الله. طبعا التصحر ده بيهدد المناطق، يعني خطر جدا، بيهدد المناطق الجافه وشبه الجافه. مصر من المناطق تعتبر جافه وشبه جافه، وكمان يعني اقول لحضرتك صحراويه. يعني احنا لو جبناها بالمعلومات اللي هو نسبه الامطار وبيسموها ليه صحراويه وليه جافه وليه شبه جافه، ده بتعتمد على كميه المطر اللي بتتساقط على المكان في السنه. فاحنا يعني نكاد تكون معدومه في الامطار، يعني اقصى
حد نوصل له في السنه، والكلام ده حتى لما نتكلمه بره بيقول لك ازاي يعني 200 ملي متر في السنه اللي هو في منطقه الساحل الشيء سواء. وطبعا انت بتتكلم على انك انت عندك ميه، لا ده احنا احنا ميه محدوده بنحاول نستغلها. طبعا ديت لها شغل كبير جدا برضه في هذا المجال ده واستغلالها والري التكميلي و و و. فطبعا انا مش يعني مش حاضر في هذه المحاضره ان احنا نتكلم في كل النقاط بتفاصيل بتاعتها، لكن انا بتكلم بشكل عام يعني. ظاهرة التصحر ديت يعني أهمها بالنسبة لنا احنا ان حصل فيه ارتفاع في درجات الحرارة في الأمطار. طبعا اللي بيتمرن الناس اللي بتعمل ثبات للتربه وشكل لها حصر في طبعا وتوفر الكوادر الفنيه والمؤهله ان هي في هذا المجال. وفي المقابل يعني يحصل تدني في مستوى العماله المصريه حتى سواء في الداخل او في الخارج يعني، لانه طبعا لان ما فيش تدريب لهم كويس فبيقل بتقل الكفاءة بتاعتهم. حتى ما عدناش قادرين ننافس الدول شرق آسيا غرب بتاع شرق آسيا والمناطق التانية في القدرات أو المهارات اللي عند العامل سواء في الزراعة أو سواء في البناء أو سواء في المعمار أو في ده. فطبعا ده محتاج كتير جدا جدا إن احنا يعني نأهل هؤلاء الشباب أو الناس اللي بتشتغل في هذه المجالات بصفة دائمة، بحيث إن احنا يبقى عندنا حتى في قدرة تنافسية في موضوع العمالة بالنسبة لمصر. طبعا المكان بقى هناك محددات الانتاج في الأراضي الصحراوية يعني أولها هو المية، يعني المية دي طبعا هي جعلنا من الماء كل شيء حي، فطبعا هو الأساس في أي مكان عايز يتعمر لازم تكون المية. طب المية دي نوعيتها إيه؟ نسبة الملوحة فيها كام؟ هل فيها عناصر تقيلة ولا فيها حديد ولا فيها معوقات للمكان اللي رايح ولا لا؟ ف المناطق الجديده عامه يعني بتعتمد على المياه الجوفيه، والمياه الجوفيه ديت بتختلف ملوحتها من مكان لمكان. والله في بعض الاماكن بنلاقيها من في نفس المكان، لو حتى احنا كنا في محطه بحوث الصدر كان عندنا ثلاث ابار ولا اربع ابار في مساحه لا تزيد عن 20 فدان، يعني لما نعمل فيها ثلاث ابار ونلاقي كل بير مختلف الملوحه بتاعته عن الثاني، بير حوالي 3000 وبير 4000 وبير 7000 جزء في المليون، طبعا تباين غير عادي في نفس مساحه لا تتعدى ال 20 فدان. فطبعا دي العمليه دي يعني مهم جدا جدا ان احنا نهتم ان احنا بالملوحه نشوف ملوحه الميه والمياه. انا طبعا في حاجات بتدر عليا البرزنتيشن مش عارف مصدرها ايه. طب ده بيخلينا طبعا اي مكان هنروح مكان جديد ان احنا لازم ان احنا الاول نعمل ناخد فكره عن المنطقه، نحلل المياه بتاعتها، المصادر المياه ايه وتحليلها سواء الملوحه سواء كل العناصر اللي موجوده فيها، ونشوف المياه شكلها ايه. والتربه كمان مهم جدا جدا ان انا اعمل تحليل للتربه، تحليل كيميائي وتحليل طبيعي اشوف الخواص بتاعتها شكلها ايه، عندي حصى ولا ما فيش، في طبقات صخريه ولا ما فيش، في معوقات للزراعه ولا ما فيش. يعني لازم ان نوع التربه نفسه ومكونات التربه نفسها هل تسمح بان هي يكون فيها نسبه من العناصر الغذائيه ولا تربه قاحله ما فيش فيها اي حاجه خالص. فطبعا ده كل ده بيخلينا ان احنا نشوف المكان اللي احنا رايحين شكله ايه. وكمان الحاجة المهمة اللي هو درجات الحرارة، يعني هو طبعا الرطوبة والكلام ده لأن ده من محددات الإنتاج في أي مكان. و يعني إحنا من شغلنا في مركز بحوث الصحراء إحنا تعاملنا مع جميع المناطق اللي فيها مشاكل أو تكون فيها مناخ غير يعني مناسب لشغل معين،
والحمد لله ان احنا بنقدر نتعامل معاه، سواء من ناحيه اختيار المحاصيل او ان احنا نتعامل مع التربه ازاي او نحسن الاداء ازاي، وده كله ان شاء الله متاح يعني. لكن برضو احنا بنقول يفضل ان احنا لما نعمل مجتمع جديد نحاول بقدر الامكان تكون فيه الامور غير معقده، سواء من ناحيه الميه او الارض. لو دكتور محسن، لو الفايل مش شغال معاك في معي، انا اخرج كده بقول لحضرتك المحاضره يعني مش يعني بدرجه كبيره محتاجه لعدد كبير جدا جدا متخصصين في مجالات مختلفه عشان نقول نعمل مجتمع في منطقه صحراويه، يحتاج يعني عدد كبير جدا جدا من الخبراء يعني. لكن احنا خلينا بس نتكلم بشكل عام، احنا اهم حاجه في المعايير اللي احنا لازم نراعيها في المجتمعات الزراعيه الجديده، هو يعني يكون دايما لما نيجي ننشئ عمل يبقى نحس على ان يكون هذا العمل فيه عمل تعاوني وتشاركي، ويكون له بعد اجتماعي للناس اللي هتشتغل فيه. الحاجه الثانيه الزراعه التعاقديه واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده، زراعه بيولوجيه عشان نحافظ على البيئه ونكون عندنا قدره على المنافسه، استخدام التصميم البيئي للمساكن. وهناخدهم واحده واحده كده نشوف الامور هتمشي ازاي. بالنسبة لحضراتكم للعمل التعاوني والمشاركة والبعد الاجتماعي، طبعا العمل الجماعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجهود تعاوني لأفراد أو مجموعة لأفراد مجموعة أو فريق عمل، وكلهم بيهدفوا لهدف مشترك، فده اللي هو هيوحدهم هذا الهدف، يوحدهم إن هم يتعاونوا مع بعض ويتشاركوا بحيث إن هم يصلوا إلى هذا الهدف. وطبعا العمل الجماعي غير العمل الفردي، بيختلف اختلاف كلي وجزئي، عشان كده احنا بنقول ايه يعني دايما لما نعمل مجتمعات جديده نراعي فيها ان احنا نحس المجتمعات اللي جايه تاخد مكانها ان هي عمل جماعي وليس عمل فردي، وتوحيد رؤيه لمجموعه من الافراد يمتلكون الرغبه في التعاون لتحقيق هدف معين او مجموعه من الاهداف. يعني لازم يعرفوا كده كويس ان في هدف لازم يتحقق او مجموعه الاهداف اللي احنا جايين عشان نحققها في المكان ده، بحيث لا يستطيع اي فرد تحقيق هذا الهدف بفرده، يعني استحاله ان هو لوحده هيقدر يحقق الهدف اللي هو جاي عشانه او الاهداف المحدده لوحده، لان العمل الجماعي بيختلف تماما عن العمل الفردي. طبعا مع ضروره التزام افراد فريق العمل الجماعي كلهم في اداء المهام كلها، وان تكون المسؤوليه موزعه عليهم تبعا لمهاراتهم المميزه لكل فرد فيهم. فاحنا بنشوف الافراد ديت وبنقدر نوظفهم ازاي بناء على مهاره كل فرد من الافراد اللي مشاركين في هذا العمل. طيب الزراعه التعاقديه ده موضوع يعني غايه في الاهميه، لان احنا في المجتمعات الجديده يعني اللي كان بيحصل قبل كده ان احنا نقول في كل واحد يروح ياخد له 5 فدان ومع نفسه ويعيش كده حياته، يعني يعني صعبه جدا جدا، لان التكلفه عليه هتبقى عاليه جدا جدا في الزراعه وفي التسويق وفي هيودي حاجته فين والقصه دي كلها. لكن لما اكون عندي مجتمع زراعي جديد ودخلت في قصه الزراعه التعاقديه، ده بتيسر حاجات كتيره جدا جدا. الاول بس نعرف يعني ايه الزراعه التعاقديه. هو عباره عن اتفاق بين المزارع ومؤسسه او مؤسسات او شركات زراعيه من جهه اخرى على انتاج وتوريد المنتجات الزراعيه بموجب اتفاقات مسبقه. يعني لازم يكون في عقد مسبق بين الجهتين، وده غالبا بيكون على اساس اسعار محدده طبقا للقانون او قانون الزراعه التعاقديه اللي اتعمل في سنه 2015 اللي هو رقم 14 لسنه 2015. ده يعني بيدخل في هذا العقد كشريك او اساسي معاهم اللي هو وزاره الزراعه و اللي هو وزاره التموين والتجاره الداخليه. طيب نشوف ايه مزايا الزراعه التعاقديه. اولا الزراعه التعاقديه دي بتؤدي الى ايه؟ تحسين الانتاجيه وخفض ما يتكبده المزارع من تكاليف النقل والتسويق. النقل لوحده اصبح مشكله كبيره جدا جدا. انك انت لو زرعت لوحدك وانتجت كميه معينه عايز تسوقها، لو ما فيش عمل جماعي او ما فيش قصدي زراعه تعاقديه، انت هتعاني من كل شيء، من يعني حتى هتبقى محتاس في المنتج بتاعك،
وكنا بنشوف بالفعل بعض المزارع واحنا شغالين سواء في سيناء او هنا وهنا، والله كان المحصول عشان يعني الوسيط او السمسار اللي جاي ياخد المنتج بتاع المزارع، قسما بالله المزارع كان بيسيب المنتج بتاعه على الشجر لانه مش هيجيب تكاليف جبر. فلكن انا لما اكون متعاقد التعاقد ده هيوفر لنا، خلاص المنتج طلع يبقى انت ملزم تشيله بالاسعار المحدده اللي اتفقنا عليها. طبعا الجهات اللي بتشارك في الموضوع ده بتكون جهات رسميه زي وزاره الزراعه والصحه الاراضي، وطبعا جهه داعمه لهذه العمليه اللي هي وزاره التموين والتجاره الداخليه، واللي تتعهد بشراء المنتجات ضمن معايير محدده وطبقا للجوده والكميه. صحيح ده مش تخصصي، بس انا حاولت ان انا يعني نشارك مع بعض في هذا المجال، واكيد في ناس عندها خبرات احسن مني في هذا المجال، لكن انا بقول الرؤيه العامه اللي احنا نتكلم على المناطق الجديده او المجتمعات الزراعيه. الحاجه الثالثه ان هي الزراعه التعاقديه دي بتوفر للمزارعين فرص الحصول على مجموعه كبيره من الخدمات اداريه وفنيه وارشاديه هو نفسهم ما يقدرش يعملوها، لان لما بتعاقد مع شركه بتيجي تقول لي انت هتعمل ايه 1 2 3 4 في الخطوات اللي جايه ديت، يعني يمكن استخدام اتفاقيات العقود كضمانات حتى ان احنا ناخد عليها قرض. يعني انا معايا عقد من متعاقد، انا ممكن اروح للبنك اللي هو التنميه والتامين الزراعي اقول له انا عايز تمويل عشان انا للمدخلات بتاعتي سواء للتقاوي سواء للاسمده سواء لخلافه، في ان انا اخد قرض من البنك بناء على هذا العقد. طبعا المهارات اللي هيتعلمها المزارع من خلال الزراعه التعاقديه كبيره جدا، لان بيجي له فريق من الناس اللي المتعاقد معاه بيقول له على كل حاجه هيبدا بها ازاي وهشتغل بها ازاي، مش هيسيبه يشتغل مع نفسه، ولو سابه يشتغل مع نفسه ممكن ما يطلعش نص المحصول زي ما هيتعاقد مع شركه، لان الشركه في النهايه برضه عايزه تاخد محصول عالي الجوده والقيمه بتاعته. فطبعا بتسمع المهارات اللي هيتعلمها ازاي يستخدم الموارد الزراعيه بكفاءه وطرق سليمه سواء للاسمده والكميه دي اللي هيضيفها، وتنفيذ النشاطات الحقليه بقى طبقا للجداول الزمنيه المحدده. ما هو انت المزارع اللي جاي ده ما هوش عارف امتى يضيف السماد، ما هو كل مرحله من مراحل النبات بتحتاج لكميه معينه من السماد ونوع معين من السماد، مش هيعرفوا الا من خلال اذا كان متعاقد مع احد الشركات اللي هي بتدعم هذا المجال الفني بالنسبه له. طبعا العمليه دي بتنقل بتنقل المسؤوليه من على المزارع، بتشيل من على دماغه المسؤوليه خالص لانه هو متعاقد، وبيتحدى العمل الجماعي. يعني العمل الجماعي بالنسبه لهم والعمل الاسري مش محتاجين ان هم ياجروا حد عشان يساعدهم في الارض، لان العمليات هتبقى بسيطه وميسره. طبعا استغناء المزارعين على الحاجه للمشتريين بقى، ما يستناش بقى واحد مشتري ولا سمسار ولا وسيط عشان يتفاوض معاه ويجيب المحصول بتاعه الارض ويديله اسعار يعني بخسه جدا جدا، وبيضطر فعلا زي ما قلت ساعتك ان هو بيسيب المحصول لان مش هيجيب تكاليف. طيب ندخل بقى في يعني حاجات مهمه جدا جدا واحنا بنشتغل في المناطق الجديده، ان احنا لازم يبقى عندنا رؤيه المناطق الجديده اللي بيختلف فيها العمل تماما عن الوادي والدلتا. للاسف الشديد ان معظم الناس اللي بتروح تاخد ارض في المناطق الجديده بيكون متخيل ان الحياه هيروح هناك هيعمل اوني وهيعمل بتون وهيعمل مش عارف ايه وهيفتح الميه بالفاس ويعني واخد على نمط زراعي معين في الوادي القديم، بيحاول ان هو يروح كل اهتمامه ان الميه هتنزل بكميه كبيره جدا جدا وهيفتح القناية وهيروي الارض بتاعته وهيزرع رز كمان. ف يعني لكن لما بروح هناك بيصدم ان يعني البيئه اللي هناك مش زي اللي على النيل والري المفتوح ليل ونهار يعني. فطبعا كميه المياه الجوفيه هناك لازم نستعملها بحذر.
نستخدمها لما بشيت المية دي تستمر معانا 100 سنة 200 سنة، ممكن باستخدام البسيط أو السهل أو اللي بيوفر اللي هو استهلاك الماء قليل جدا جدا، نوفر كمية المية ونحافظ على العمر الافتراضي للمياه الجوفية في المناطق اللي احنا فيها. طبعا احنا لازم نغير المتاح في هذه المناطق، هي فيها ميزات رغم ان الحرارة العالية وشدة الحرارة اللي بنعاني منها في الصيف، الا ان انا بستغلها استغلال امثل في ان انا اشغل عليها الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية في وادي الجديد او هنا ولا هنا، طبعا فتره سطوع الشمس عاليه جدا وبتشغل الطاقه الشمسيه بكفاءه رهيبه خاصه في الصيف، يعني اللي فعلا محتاجين فيها كميه ميه اكثر من الشتاء. وفي طاقه الرياح، ودي طبعا بتستخدم بس على نطاق محدود جدا جدا في حاجات صغيره، مش زي الطاقه الشمسيه، ان الطاقه الشمسيه بتستخدم على نطاق واسع في تشغيل الابار، المكن الغاطس، وفي الاناره، وفي حاجات كثيره جدا. طبعا لازم بقى اللي هيروح يشتغل هناك يحاول بقى ان هو يشتغل شغل صح، يعني يعمل حاجه يقدر ينافس بيها، يقدر يعمل يبقى عنده قدره تنافسيه عاليه، فيدخل في مجال الزراعه البيولوجيه. وطبعا في محاضرات اتقالت في هذا المجال مش هتدخل فيها، لان طبعا في كل اساتذه لهم تخصصاتهم، لكن احنا بننصح ان يبقى فيه زراعه نظيفه او زراعه اللي هي البيولوجيه، بحيث ان احنا يبقى عندنا القدره ان احنا نقول لا ده احنا منتجنا ده هيتصدر وسعره بالشيء الفلاني. فلما ابدا من الاول من البدايه وانا عند الارض بكر ان انا انفذ فيها جميع الاعمال اللي هتخليني اصل الى محصول فعلا منتج اقدر اخد عليه شهاده بان هذا المنتج خالي من اي ملوثات، من البدايه من اول يوم اشتغل فيه لازم اراعي هذه الجزئيه، ما ادخلش الارض عندي سمات بلدي، ولا ادخل فيها نباتات مبوءه بالحشائش، ولا احط فيها بقى سمات معدني، ولا القصه دي كلها ان احنا نبعد عنها بعد انتهى. لذلك انا مش هتطول في موضوع الزراعه البيولوجيه لان لها ناس متخصصه فيها، وكان في محاضره قريب عن هذا الموضوع. طيب حتى شكل المباني اللي احنا هنشتغل فيها هناك ايه؟ الناس هتعمل في منطقه صحراويه، انا بروح ببص الاقي في ناس نفس الشكل بتاع البيوت اللي هنا، الصناديق اللي مرصوصه جنب بعضها. طبعا في الجو اللي هناك ده يعني استحاله ان احنا نعمل حاجه زي كده، او ان احنا ما نشجعش على حاجه زي كده. احنا لازم برضو اللي هيعمل مجتمع جديد يراعي ان المكان نفسه والبيئه شكلها ايه. واحنا عندنا يعني ما شاء الله يعني شيخ المعماريين او راجل عالمي الله يرحمه المهندس حسن فتحي، يعني دي قريه موجوده في الوادي الجديد، قريه ضخمه جدا جدا، وللاسف شديد انها مهمله جدا جدا وما فيش اي حد لسه يعني سكن خفافيش. فطبعا الموضوع ده طبعا يعني اتمنى ان شاء الرحمن ان احنا نشوفها يعني قريه فعلا نموذجيه تستوعب الالاف من البشر، يعني هو مكان رائع وعظيم لو تم استغلاله استغلال امثل. يعني فده انا بتكلم على ان احنا شكل المباني حتى يكون عندنا عامل ازاي في مناطق زي الوادي الجديد او مناطق اللي هي فيها درجات حراره عاليه، لان دي فعلا تعتبر زي تكييفات صحراويه موجوده نتيجه ان هو الاستغلال الصح للمكان وتدفق الهواء فيه والحاجات دي كلها. طيب يعني خلاص احنا دخلنا وبنينا وعملنا القصه دي كلها وعملنا البير بتاعنا واشتغلنا. طيب يعني ما هو كل بيئه لها تحتاج لمحصول معين ازرعه فيها، فما يجيش واحد بقى يقول لي والله انا بحب المانجا وعايز ازرعها هنا، يا سيدي ما تنفعش هنا. لا، في محاصيل تانية هي اللي بتقول لي هنا قدرة تنافسية عالية، أنت ما تقولش أنا بحب كذا عايز لازم أزرعه هنا، لأن أنت في الآخر مش هتاخد محصول. فإحنا بنشوف الأول المكان نوع التربة فيه إيه والمية شكلها إيه، وبناءً عليه بنحدد المحصول اللي يجود في هذه المنطقة. وإحنا الحمد لله عندنا يعني فرايتي واسعة جدا جدا في استجابة المحاصيل للبيئات المختلفة على مستوى مصر كلها، سواء اللي بتتحمل الحراره، سواء اللي بتتحمل الملوحه، اللي بتتحمل الجفاف.
في كل فالحمد لله المحاصيل يعني ربنا ديت حاجة من عند ربنا إن هو أعطاها هذه القدرة، وعندنا يعني وسيلة إن إحنا نقدر نحرك هذه الجزئية ونشتغل في محصول إيه هنا. طيب ده عايز حرارة عالية عشان يدي إنتاج أعلى، لأن المحصول ده من النباتات الرباعية وده من الثلاثية، لا عايز ضرر أقل. هندخل في قصة في الموضوع، لكن هو طالما في خبرات وحد معاك بيقول لك أنت تزرع هنا إيه، ده هيشجع كتير جدا جدا ان انت تعمل الصح وتطلع بمنتج رائع في المكان اللي انت فيه، رغم الحراره العاليه ورغم اذا كان في جفاف ورغم هذه، لكن اتبعت انت التعليمات الصحيحه هتوصل ان شاء الله لمردود اقتصادي عالي. طبعا يعني هي اهم المشاكل في المناطق الصحراويه، اول حاجه درجه الحراره العاليه، يعني ما فيش مشكلة درجات حرارة عالية ماشي، لكن ايه ما هو في محاصيل تجود جدا جدا تحت الضغوط العالية، من سواء الذرة سواء من الطل سواء في محاصيل ما شاء الله بتدي انتاجية عالية جدا جدا تحت ظروف الحرارة العالية، هي بتحب الحرارة العالية اصلا، واذا زي ما وضعها في نباتات اللي هي الرباعيات الكربون ديت بتحب الحرارة العالية ان انتاجها بيزيد تحت هذه الظروف. ملاحة الأراضي قصدي مياه الري يعني أحد المشاكل، لأن أحيانا كثيرا في المناطق الصحراوية غالبا موجودة في نسبة 100 جزء في المليون لغاية ما توصل ل 7000 8000. طبعا احنا نحذر ان احنا ناخد ارض فيها المياه او مصدر المياه بتاعها يكون في ملوحة عالية، لأن ده هتسبب مشاكل احنا غيرنا عنها، لكن الملوحة المتوسطة أو الملوحة القليلة بيساعد إن احنا نقدر نختار محاصيل تدي إنتاجية جدا في هذه المشاكل. طبعا التربة نفسها، التربة ديت أنا برضه يعني شوف الأرض الحقيقية المشكلة الموجودة، الأرض نوع ايه، التركيب بتاع الأرض، نسبة السلت والطين والمكونات الأخرى للتربة لازم أكون عارف. فأنا باخد العينات دي وبتتحلل في أي أحد المراكز البحثية أو في المعامل المتخصصة، ممكن في خلال 5 سنين دورة ظريفة كده تتعمل بحيث إن احنا ما نمنعش منعا باتا من زراعة البرسيم، لكن نحد منه بحيث نقدر اذا كان نزرع 50% نخليه 75% او 80% قمح في كل موسم في خلال دورة تبادلية مع البرسيم، الاعلاف في المناطق الصحراوية بتكون فيها كتير جدا جدا في الشتاء، العوامل الهامة جدا جدا سواء يعني دي بالذات في اللي هي الصحراوية ذكرنا اللي هي الحيوانات الصغيرة الماعز والغنم والقصب كلها، أو حتى الحيوانات الكبيرة بتتغذى عليها أو على الشعير كما فيه الجزئية عالية ليه، وإنتاجه مجرد ما هي بس بتنزل ما بين المصاطب ديت وبعضها بتروي جزء بسيط اللي هو بتمشي فيه المية، ما بنستهلكش مية، يمكن نوفر حوالي 50% من المية بشكل عالي جدا جدا وجاب إنتاجية ممتازة. المحاصيل الرائعة برضه الصورة دي في راس سدر يعني تحت الزقم الحي، البصل المحاصيل اللي بتكون في المناطق الصحراوية وخاصة يعني المناطق اللي فيها اللي احنا بتعاني من البي اتش المرتفع، لان هو البي اتش المرتفع هو قوية شوية، لأن هو بيكون الجزء السمري تحت التربة في هذه الأراضي اللي هي بنسميها أراضي جيرية أو فيها نسبة عالية من كربونات الكالسيوم. فده من المحاصيل الهامة. طبعا احنا كنا اشتغلنا على محاصيل
غير تقليديه يعني شكرا على المحصول كان من ضمن الكانولا وده محصول زيتي بس للاسف يعني ما توسعناش فيه لان ما فيش مصانع على هذا عبتش من المحاصيل بتقول كده كان برضه تحت ظروف الحراره العاليه انا بس بختار المحاصيل اللي هي نماذج منها طبعا مش هتكلم بقى انا الوقت عن الكينوا لان الكينوا لها ناس متخصصه وموجودين معانا يعني متبنيه هذا المحصول الجميل واللي الحمد لله مركز بحوث الصحراء عمل عليه غذاء وكيك وبتاع وحاجات جميله في المؤتمر اللي اكلنا فيه كان في الوادي الجديد وكان رائع يعني من منتجات الكينوا اللي كثيره جدا جدا فمش هتطرق كثير للمحصول لان طبعا فيه ناس اقدر مننا على الاسم طبعا الطماطم محصول برضه رئيسي في المناطق الصحراويه وموضوع مهم جدا جدا سواء بقى الزراعات الارضيه او صوب او كده برضه البن طبعا ده محصول يعني معظم البيوت المصريه ما تستغناش عنه متحمل جدا جدا للظروف الاراضي القلويه والظروف الاراضي اللي فيها مشاكل عم المائده المصريه الباذنجان طبعا برضه من المحاصيل اللي اشتغلناها تحت ظروف ملوحه متوسطه واراضي جاريه فكان انتاجها كويس جدا جدا وده برضه كان محصيل من المحصولات يعني ده كان اخ نادي او نادي او نادر مش فاكر ده كان احد البحاث اللي اشتغل على محصول الفينوكيا في الاراضي الجيريه وده محصول يعتبر من المحاصيل يعني اللي هي استخدموها كتير جدا جدا في الفنادق والسلطات ومش عارف ايه والحاجات ديت والمحاصيل اللي احنا مش مهتمين بيها بس احنا كويسه جدا وكميات كويسه جدا وكانت عظيمه يعني ندخل بقى على هدية برضو نباتات الطبيعة العطرية الحاجات اللي مش لو دي لوحدها دي صناعة غير عادية يعني لو اشتغلنا عليها وركزنا عليها يعني موجودة في دول تانية كتير جدا جدا في هذه الجزئية وعلى فكره دي من الارض صور طبيعيه معانا في واحد سيوه في محطه بحوث الموجوده في سيوه دي تجارب حقيقيه معموله من الزملاء عندنا في بالنسبه لنبات اللافندر وحشيشه الليمون وفي عندنا نبات الحبق اللي هو يعني برضه مطلوبه جدا جدا بره اللي حصل بان ستيفيا نبات البردوش برضه من نباتات الكبار العطريه الهامه الصوب بتاعه محطه بحوث موجوده طبعا بقى لو دخلنا على الشجر عندنا بقى اهم حاجه في المناطق بالنسبه للوادي الجديد وسيوه والمناطق ديت يعتبر المحصول الرئيسي في هذه المناطق طبعا يعني احنا حتى لما جينا نشتغل عندنا احنا النخل ده طبعا اساسي يعني لازم يكون النخل موجود لان النخل ده محصول نعتبره اللي هو اللي هيبقى فيه الاستمراريه حتى لو انا ما زرعتش ارض بعد كده هيجيب لي اقتصاد دائم ومستمر. انا هتعب بس في اول مرحله ان انا اجيب الفسايل وازرعها وتبقى خدمته اسهل بكتير جدا جدا من الزراعات الثانيه وده محصول معمر ومنتج بعد مثلا من 5 سنين ولا حاجه احس ان في دخل ثابت عندي سواء بقى استغليت المساحات اللي تحتيها او ما استغليتهاش ده طبعا موضوع ثاني يعني هو هيعتمد على ان احنا زرعنا مسافات قد ايه والمسافات البينيه ده قد ايه والمحاصيل اللي هتجود تحتيه كتير جدا لا حصر لها. الحاجة الثانية الزيتون، الزيتون طبعا محاصيل بتحمل الملوحة و
يعني والحراره العاليه طبعا المحاصيل الاساسيه ومهمه جدا جدا في المناطق الصحراويه. الليمون طبعا اللي عنده ليمون النهارده يا بخته، يعني وصل يعني كيلو الليمون بيوصل 30 و40 و50 جنيه يعني و60 جنيه على بعض الاحيان، مش عايز اقول 100 لان ال100 دي فعلا حصل بس ما استمرش يعني. لكن محصول بيجود جدا جدا تحت ظروف المناطق الصحراويه يعني، وبالرغم من كده مش انا مش شايف انه منتشر يعني. ليه؟ مش عارف يعني ايه مشاكله، مش عارف هل في جامعه لان في اشواك، هل في ايه؟ طبعا ده الزملاء بتوع المحاصيل الفاكهه اللي موجودين هم اللي ممكن يردوا علينا في هذه الجزئيه. مين اللي فات؟ طبعا لكن محصول انتاجه عالي جدا جدا وموجود عندنا في المحطة. محطة البحثية زي فعلا سواء كنت فاتي ممتازة، بس هو يحتاج ان يبقى فيه تبقى مزرعة كاملة وبعيد ساعة الضباط الحشرية، لان هي دي المشكلة الرئيسية لما يكون في اصابة. مكان او محتاج ان فعلا اقول العمليه اللي احنا من خلال وجودنا في الجمعيه العامه للداخليه والتنميه اللي برئاسه مجلس ادارتها، واللي يعني فيها مجموعه رائعه من مجلس الاداره من فعلا علماء واساتذه جامعه واساتذه مراكز هذا يعني مطار وكل القصص دي كلها والاثار. لما نيجي بدانا الشغل فقلنا يا جماعه تعالوا كل مجموعه في النهارده ناس جايه من اسكندريه، كل مجموعه شايفه ان هي متوامه واحده تشكل نفس مجموعه، يبقى على راس هذه المجموعه واحد اقدر اتعامل معاه هناك على طريق من موقع الارض. يعني يتميز ميزه ممتازه جدا جدا ان هو على طريق اسيوط عند كل بس الفلان ده زي ما يطلع المجموعات دي على الارض. وبدانا بقى في العمل الجماعي ان احنا نقول درس الجدوى، لان احنا عايزين نعمل بير وعايزين نعمل شبكه طاقه شمسيه وشبكه ري راسيه والقصه دي كلها. فبدانا باول مجموعه اللي هي نبدا بقى الشغل اللي هي جمعوا الفلوس وعملنا البير الاولاني بالطاقه الشمسيه بتاعته بشبكه الري الراسيه اللي بتوصل الميه لغايه راس كل 5 فدان. وحضراتكم ما تتصوروش هذه التكلفه، كان الفدان اتكلف 10,000 جنيه فقط لا غير. يعني اعتقد دي مش موجوده في مكان تاني ان فدان فيه ميته والطاقه الشمسيه اللي بتشغله بشبكه الري اللي موصلاه الميه لغايه راس ارضه 5 فدان
تكلفة احنا الجماعة هم اللي عملوها، العمل الجماعي مهم جدا جدا في هذا المجال.